لايكن بلينس او الحزاز المسطح. يا ترى ايه المرض ده؟ ايه اعراضه؟ ايه اسبابه؟ هل هو فعلا مرض معدي؟ طب يا ترى بيصيب الجلد فقط ولا في اماكن تانية ممكن يصيبها المرض ده؟ ويا ترى بيستمر فترة قد ايه ويختفي؟ ويا ترى ايه هي اهم طرق العلاج؟ والاهم بالنسبة لنا، يا ترى ايه هي اهم النصايح اللي لازم احنا كصيادلة نوصلها لاي مريض عنده المرض ده، الحزاز المسطح او اللايكن بلينس؟ خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناة اوكتوباس فارماسيست، حلقة كل يوم اربع فروم اي تو زد. اهلا بيك. في البداية وكالعادة دي تهنئة بسيطة لكل اصحابنا اللي بيتابعونا وبيجاوب على الاسئلة بتاعتنا، وفي نهاية كل حلقة زي ما اتفقنا هيكون في سؤال اجابته هتلاقيها مستخبية في الحلقة او هتلاقيها موجودة في لينك اسفل الحلقة. بالتوفيق للجميع. زي ما تعودنا كده في كل حلقات اوكتوباس فارماسيست بنحكي الحدوته في الاول ونظبط دماغنا بكام نقطه مهمه هتسهل علينا جدا فهم الموضوع. اول حاجه، كلمه لايكن في اللغه معناها طحالب، زي الطحالب اللي بتطلع فوق الاشجار. وكلمه بلينس معناها فلات او مسطح، يعني بتكون بارزه شويه عن الجلد ولكن بتبقى مسطحه. ومن هنا جت تسميه المرض ده، طفح جلدي شبيه بالطحالب اللي بتظهر على النباتات. البوينت التانية المهمة، المرض ده له بكتيريا ولا فطريات ولا فيروسات. المرض ده مرض مناعي. يعني ايه بقى مرض مناعي؟ ببساطة مناعة الجسم بتاعتنا المفروض ان ربنا خلقها علشان تهاجم الاجسام الغريبة، فبيحصل لسبب او اخر المناعة بيحصل عندها حول، بدل ما تروح تهاجم الاجسام الغريبة تروح تهاجم جسمنا احنا. طيب في المرض ده اللايكن بلينس ايه اللي بيحصل؟ مناعة الجسم بتروح تهاجم خلايا الكيراتين، الكيراتينوسايت. ببساطة خلايا الكيراتينوسايت بيظهر على السطح بتاعها انتيجين، تقوم المناعة تشوف الخلايا دي على انها اجسام غريبة، تقوم تهاجمها وتموتها. وهنا عندنا ثلاث نقط مهمة جدا. اول حاجة، خلايا المناعة اللي هتهاجم الكيراتينوسايتس بتبقى السيتوتوكسيك تي سيل، ودي زي ما قلنا بتهاجم الكيراتينوسايتس وتموتها. البوينت التانية، زيادة خلايا المناعة في طبقات الجلد مش هتروح تهاجم خلية واحدة، ده بتروح تهاجم طبقات الجلد بغباوة، يعني الأماكن اللي فاصلة ما بين طبقات الجلد وبعض الرابط اللي ما بينها الخلايا دي بتهاجمه. البوينت التالتة، من ضمن الحاجات الغلط اللي بتحصل مع زيادة خلايا المناعة انها كمان بتروح تهاجم خلايا الميلانين، الميلانوسايتس. فلما خلايا الميلانوسايتس تموت هتطلع كمية صبغة كبيرة جدا. خلاصة التلات حاجات دول ايه؟ اول حاجة، خلايا كيراتينوسايت ماتت، هيبدأ الجسم يكون مكانها خلايا جديدة، تقوم المناعة تهيج عليها اكتر، تقوم تموتها. زيادة خلايا الكيراتين اللي هتموت دي بتظهر على الجلد من الخارج على انها قشور بيضة اشبه بالصدفية. الحاجة التانية، سايتوتوكسيك تي سيل، دي خلايا بيطلع منها كيماويات، علشان كده الناس اللي عندهم المشكلة دي بيكون عندهم حكة شديدة جدا في المكان اللي هيظهر فيه المرض. وموضوع الحكة ده من اهم الحاجات اللي بتبقى فعلا مقلقة للمريض. الحاجة التالتة، صبغ الميلانين اللي هيطلع من الميلانوسايتس هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي لون على الطفح الجلدي اللي ظهر، في الاغلب بيبقى بيربل او بمعنى اصح احمر ارجواني او بنفسجي غامق. البوينت التالتة، يا ترى المرض ده بيظهر في اي مكان في الجسم؟ في الاغلب بيصيب الجلد، بيظهر على اليدين، في الساعد الداخلي او الرزغ، او ساعات بيظهر على الكاحل، وفي بعض الحالات هنلاقيه موجود على فروة الراس، وفي بعض الحالات بيصيب الأظافر بتاعة القدمين ويدمرها تماما، أو ممكن يصيب الأغشية المخاطية، وفي الأغلب بيصيب الفم أو المهبل. ومش شرط تظهر كل الأعراض دي مع بعض، ممكن تظهر في مكان واحد بس، أو ممكن يظهر عرضين مع بعض زي مثلا المشاكل بتاعة الفم ومشاكل اليدين. البوينت التاني معانا، وهي ايه هي الاعراض بتاعة المرض ده، الحزاز المسطح او اللايكن بلينس؟
طبعا الاعراض هتختلف على حسب مكان الاصابه. اول واشهر عرض هو الحكه، ودي زي ما عرفنا من اهم الاعراض اللي بتضايق المريض. الحاجه الثانيه نتوءات ارجوانيه او بنفسجيه بتظهر على سطح الجلد وبتبدا تنتشر في خلال اسابيع، وزي ما عرفنا اماكن الاصابه سواء في اليد او في الكاحل او في الاغشيه المخاطيه زي الفم والاعضاء التناسليه. العرض الثالث المهم، النتوءات اللي بتظهر دي لو الشخص حكها هتتحول لبصور وهتتلوث وممكن تتقيح وتعمل قرح والتهابات شديده. العرض الرابع، لما المرض ده بيصيب الفم بيكون الشكل بتاعه واضح جدا، عامله زي الخيوط او الشبكه البيضه، ممكن هنلاقيها موجوده في اللثه او في اللسان او على الشفايف. البوينت الخامسة، لما المرض ده بيصيب الفم او المهبل بيتحول مع الوقت لقرح، والقرح دي بتكون مؤلمة جدا وبتدي شعور باللسعان على مدار اليوم. العرض اللي بعد منه، لو المشكلة دي ظهرت في فروة الراس، المكان اللي فيه الإصابة هيسقط الشعر بتاع الراس، وكمان الفروة هيتحول لونها للون الغامق. البوينت اللي بعديها، لما المرض بيصيب الأظافر، في الأغلب الأظافر بتتكسر وممكن فعليا الأظافر تختفي تماما. البوينت اللي بعديها، مع تطور البرد هنلاقي ان في قشور بيضاء موجودة فوق البصور، زي ما عرفنا ده رد فعل طبيعي للجسم، ان الجسم بيحاول يكون خلايا كيراتينوسايتس مكان اللي ماتت، ويمكن دي اللي بتعمل لخبطة شوية في تشخيص المرض ده. طيب مع الأعراض دي كلها هل في مخاطر أو مضاعفات من المرض ده؟ الحقيقة عندنا 3 مخاطر مهمة جدا. أول حاجة، لو المرض ده أصاب المهبل في الأغلب لما بيختفي بيغير التركيبة والشكل الداخلي بتاعة المهبل، وده بيأثر على الست بعد كده في الناحية الجنسية لأنه بيعمل آلام شديدة جدا أثناء ممارسة الجنس. البوينت الثانية، الناس اللي بيجيلهم المرض ده في الفم في حالات قليلة جدا بيظهر بعديها سرطان في الفم، علشان كده متابعة المرض ده مهم جدا جدا والعلاج بتاعه لازم يكون من أول يوم. الحاجة الثالثة، المرض ده لو ظهر جنب الأذن لازم علاج سريع جدا، لأن لو ما تعالجش بسهولة جدا هيأثر على السمع وممكن فعلا الشخص يفقد السمع مدى الحياة. البوينت الثالثة معانا النهاردة وهي الأسباب. ايه بقى الاسباب اللي بتخلي الجسم يغير شكل المناعة بتاعته ويروح يهاجم خلايا الكيراتينوسايتس ويعمل لي كل المشاكل دي؟ زي ما عرفنا ان المشكلة في الاساس هي مشكلة مناعة، يعني المناعة بتاعتي اتغيرت، حصل عندها حول. طب ايه بقى الاسباب اللي ممكن تعمل حول للمناعة؟ عندنا 6 حاجات مهمة جدا ممكن تلعب في المناعة بتاعت الشخص وتخليها تهاجم الكيراتينوسايتس. أول وأشهر سبب هو العدوى الفيروسية بالتهاب الكبدي الوبائي سي، هيباتيتس سي. الحاجة الثانية، في بعض الحالات بعد استخدام التطعيم بلقاح الإنفلونزا، زي ما احنا عارفين ان استعمال لقاح الإنفلونزا لازم بيكون بشكل موسمي، يعني كل سنة الشخص هياخد الفاكسينيشن بتاع الإنفلونزا، في بعض الحالات بيظهر بعديها اللايكن بلينس. البوينت الثالثة، ودي الحقيقة خبر غير سار لمعظم البنات، استخدام الكيماويات زي الصبغات زي التاتو اللي على الجلد، كل الحاجات دي ممكن تهيج المناعة ضد الكيراتينوسايت، فخلي بالكم بلاش استعمال كيماويات كتير وبلاش صبغة كل يومين والتاني. البوينت الرابع، بعد استخدام بعض المسكنات وأشهر حاجتين بيعملوا المشكلة دي هي الإيبوبروفين والنابروكسين. البوينت الخامسة، بعد استخدام أدوية للضغط، الحقيقة ان الحكاية ديت مش مشهورة قوي ولكنها نادرة، بس حبيت أذكرها علشان تكون في دماغك. آخر سبب وهي أمراض مناعية، يعني الشخص هيكون عنده مرض معين بيتعالج منه هنفاجأ إن ظهر المرض ده معاه، زي الناس اللي عندهم مايسينيا جريفز أو الألسريتوف كولايتس أو القولون التقرحي أو الألوبيشيا إرياتا، وكنا اتكلمنا في حلقة منفصلة عن الألوبيشيا إرياتا وهسيب اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو. دولي أشهر 6 أسباب معاهم المناعة بتتغير وتروح تهاجم خلايا الجلد الكيراتينوسايتس. البوينت الرابعة معانا النهاردة وهو التشخيص.
زي ما اتفقنا وبأكد في كل حلقة، التشخيص ده مش بتاع الصيدلي، دي شغلة الطبيب فقط، ولكن احنا كصيادلة لازم ناخد كل المعلومات العامة عن الموضوع علشان لما نعمل الشغل بتاعنا العلاج والنصايح الخاصة بالمريض نعملها كويس جدا. طيب الدكتور علشان يشخص المرض بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بيكون في دماغه 6 بي. ايه هما 6 بي؟ 6 اعراض بيكونوا قدام عينيه لازم يشيك عليهم بشكل سريع. اول بي هي البلانر، وزي ما عرفنا كلمة بلانر معناها انه حاجة مسطحة، يعني النتوق اللي قدامه هيكون نتوق مسطح على الجلد. الحاجة التانية بوليجونال، يعني النتوقات دي هتبقى مضلعة من عند الحدود بتاعتها. الحاجة التالتة بابيولر، ودي جاية من البابيول، لما بيكون حجم البصور اقل من 5 ملي. الحاجة الرابعة بلاك، لما تبقى النتوقات دي اكتر من 5 ملي في القطر. الحاجة الخامسة بيربل، اللون اللي قدامك هيكون احمر ارجواني او بنفسجي. الحاجة السادسة البروريتك، او الحكة والهرش اللي بيحصل في المكان اللي فيه النتوق. الحاجة التانية اللي الدكتور بيعملها وهي تحاليل علشان يأكد فعلا المرض ده هل هو لايكن بلينس ولا لا. اول تحليل واهم تحليل هو التحليل بتاع الهباتيتس سي، لان زي ما عرفنا ان الاصابة بفيروس سي من اشهر الحاجات اللي بتلعب في المناعة وممكن تعمل لي المرض ده. الحاجة التانية تحاليل للدم علشان نعرف نوع الحساسية دي جاية من ايه، ممكن يكون دواء هو اللي عامل المشكلة زي ما عرفنا ايبوبروفين او نابروكسين او غيره. الحاجة التالتة هناخد عينة ونبص عليها تحت الميكروسكوب، هنا هنشوف ايه؟ هنشوف خلايا المناعة الاي جي ام، وهي مكلبشة في الكيراتينوسايتس. طب والدكتور بيعمل كل الكلام ده ليه؟ علشان يتأكد فعليا ان المرض ده لايكن بلينس ولا لا، او بمعنى اصح الديفرينشال دياجنوزيس، لان في بعض الحالات بيحصل لخبطة في التشخيص، زي مثلا لخبطة مع التينيا، زي مع مرض الصدفية، زي مع مرض النخالة الوردية، وكنا اتكلمنا على النخالة الوردية في حلقة منفصلة وهسيب اللينك بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. البوينت الخامسة معانا النهاردة وهو العلاج. لازم تاخد في بالك ان المشكلة دي المفروض انها بتخف وتنتهي لوحدها حتى بدون علاج، بشرط ان احنا نتوصل للسبب بتاعها. ايه السبب اللي عمل لي المشكلة دي؟ هنفترض مثلا ان السبب هو فيروس سي، يبقى لما بعالج فيروس سي 3 شهور 6 شهور بعديها المناعة هتبدأ تهدى والمشكلة نفسها هتختفي لوحدها تلقائيا، لكن طول ما السبب موجود المناعة هتفضل عالية وبتهاجم خلايا طبقات الجلد. طيب اللايكن بلينس او الحزاز المسطح بيختفي في خلال قد ايه؟ محدش يقدر يعرف، ممكن في خلال شهور لغاية سنوات. والحقيقة اصعب انواع الحزاز المسطح وهي الحزاز اللي بيصيب الاغشية المخاطية زي الفم والمهبل، الالم بيبقى شديد جدا لا يتحمل والعلاج بتاعه بيكون صعب لانه بيكون مقاوم جدا لاغلب الادوية. طيب بالعقل كده الاستراتيجية بتاعتنا في العلاج هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على حاجة من 2، يا اما ان انا هاخد ادوية تخفض المناعة تقلل المناعة اللي عاملة الحكة وعاملة الاعراض، والحاجة التانية انها استعمل ادوية تقلل البروليفريشن بتاع الخلايا، تكاثر الخلايا اللي الجسم بيعمله. وهنا عندنا 5 خطوات اساسية في علاج اللايكن بلينس. اول حاجة هو الكورتيزون، ممكن بقى يكون كورتيزون موضعي سواء كريم او محلول، ممكن استعمله على الجلد او على فروة الراس او على الاظافر. وافضل نوع من الكورتيزون في الحالة دي هو البيتا ميسازون، وبيستخدم 2 مرات يوميا كل 12 ساعة. طيب لو ما فيش استجابة الدكتور هيبدأ يضيف كورتيزون عن طريق الفم، وهنا بستعمل البريدنيزيلون 1 ملغرام لكل كيلوغرام بحد اقصى 40 ملغرام يوميا، وده بستخدمه لفتره قد ايه؟ 10 ايام. طيب لو مفيش استجابه الدكتور هيبدا لحقن كورتيزون، وهنا اشهر حاجه هتبقى التراي ام سينولون، وهنا بيتاخد بجرعه من 40 ل 80 ملغرام انتراماسكولر بالعضل كل من شهر ونص لشهرين. في الاغلب استخدام الحقن
او الاقراص بتكون بشكل مؤقت، يعني مش هتبقى بشكل دايم، لكن الاساس عندنا هو الكورتيزون الموضعي بالبيتا ميسازون، ولكن الدكتور بس بيستعملها بشكل مؤقت لما بيلاقي الدهانات مش جايبه نتيجه، هنا بس بيستعملها علشان يحسن الحاله بشكل سريع ويوقفها ويكمل على العلاج الموضعي. اما بالنسبه لالتهاب الاغشيه المخاطيه سواء الفم او المهبل، هيكون العلاج الموضعي ده اساس، بالاضافه للعلاج عن طريق الفم باستخدام البريدنيزولون، لان زي ما قلنا ان اصعب حالات اللايكن بلينس بتبقى مع الاغشيه المخاطيه سواء الفم او المهبل. فهنا العلاج مش هيكون موضعي بس، هيبقى موضعي وكمان عن طريق الفم. طب وهنا بستعمل الكورتيزون ازاي؟ هنا بستخدم الكورتيزون على هيئة بيست او نوع من انواع المعاجين الموضعية زي الكينالوج وغيره. الخط الثاني في العلاج واننا نستعمل المترونيدازول او الفلاجيل، بنستعمله بالجرعة العادية 500 ميلي جرام مرة كل 8 ساعات، وهنا ما بستعملوش لوحده ولكن بستعمله كإضافة مع الخط الأولاني الكورتيزون، وده بستعمله مع الحالات اللي ريزيستنت للكورتيزون، وده بيستعمل في الأغلب من أسبوع إلى أسبوعين، وممكن أكرره كل فترة كل 3 شهور أو 6 شهور. الخط الثالث في العلاج وإني أستعمل أدوية أنتي بروليفريشن، يعني هتقلل من تكوين الخلايا بتاعت الجلد، وهنا هتبقى عبارة عن إيه؟ ريتينويد لايك ايجنتس. وطبعا أشهر حاجتين عندنا وهما الأيزوتريتينوين، وده بيتاخد عن طريق الفم، أو أستخدم التريتينوين كموضعي كعلاج موضعي على النتوءات. طبعا الأدوية دي ليها مشاكل وليها محاذير لازم تكون في دماغنا وإحنا بنطلعها. أول حاجة بترفع جدا إنزيمات الكبد وكمان بتزود الكوليسترول، علشان كده قبل ما نستخدم الأدوية دي لازم بنعمل تحاليل لإنزيمات الكبد والكوليسترول، ولو الدكتور هيكمل عليها فترة لازم بيعيد التحاليل كل شهرين. الحاجة التانية، الأدوية دي ليها تفاعلات مع أدوية مشهورة كتيرة يمكن أغلبهم، وهم التتراسايكلين أو أي حد من المجموعة بتاعتها، والحاجة التانية مع فيتامين A، فخلي بالك لازم تنبه على المريض أثناء استعمال الأدوية دي يبعد عن أي دواء في المادتين دول، التتراسايكلين أو فيتامين A. البوينت التالتة، أي حد هيستعمل الأدوية دي لازم يستعمل على طول واقي شمس، أو الأفضل أنه يتجنب الشمس تماما لأنها ببساطة هتزود حساسية الجلد للشمس. البوينت اللي بعديها، الأدوية دي بتعمل جفاف شديد جدا سواء في العين أو في الشفايف أو في الجلد، علشان كده لازم على طول بستعمل مرطبات، بستعمل قطرة مرطبة للعين، ممكن كريم مرطب للشفايف، لوشن مرطب للجلد. البوينت اللي بعديها والخطيرة جدا، الأدوية دي ما تنفعش تماما مع الحمل، علشان كده لازم نتأكد قبل استخدامها ان الست دي ما هياش حامل، ولازم أثناء استعمالها لو في إمكانية لحدوث الحمل انها هتستخدم وسيلتين لمنع الحمل مش وسيلة واحدة. طبعا الخطوة دي في الأغلب الدكتور بيستعملها لما الكورتيزون ما يجيبش نتيجة، واستعمل الكورتيزون لفترات كبيرة ممكن 5 أو 6 شهور. الخط الرابع وقبل الأخير في العلاج وإني أستعمل بقى أدوية تبقى إميونو سبريسنس، يعني هتقلل المناعة بشكل أكبر من الكورتيزون. أشهر حاجة في المجموعة دي بنستعملها مع اللايكن بلينس وجايبة نتيجة كويسة جدا، وهو السايكلوسبورين، ده يمكن من أشهر الأدوية اللي بتجيب نتائج كويسة تحديدا مع التهاب الأغشية المخاطية، بنستعمله كمضمضة مرة أو مرتين يوميا، أو في بعض الحالات هنستعمله كدهان موضعي للفم على الأماكن اللي فيها المشكلة، أو ممكن أستعمله كدهان موضعي على القرح اللي موجودة في المهبل، ولكن حط في دماغك الطريقة دي بنعينها لغاية لما كل الطرق اللي فاتت ما تجيبش نتيجة. آخر خطوة عندنا في العلاج وهو استخدام الألترا فايلوت. أشهر استخدام للألترا فايلوت وهو البوفا سورالين UVA. دي بستخدمها إمتى؟ بستخدمها لما تبقى النتوءات كتيرة ومنتشرة بشكل كبير جدا على الجلد، يعني ما هياش مركزة في مكان واحد. بخلي الشخص يدهن السورالين نص ساعة أو ساعتين قبل التعرض للجهاز UV. وطبعا نأكد على المريض انه ما يستعملش اي كريمات او دهانات في اليوم اللي هنستعمل معاه البوفا،
اهم كام نقطة مع البوفا انه ممنوع تماما مع مرضى الكبد، والاهم ممنوع على المرضى اللي معرضين للسرطان، لان البوفا في حالات قليلة ممكن فعلا ينتج عنه سرطان في الجلد. علشان كده الاستخدام الامن بيكون في حدود شهرين فقط. وكنا اتكلمنا بشكل مفصل اكتر على استخدام البوفا في علاج الجلد في الحلقة الخاصة بالبهاء، وهسيب لينك الحلقة دي في الوصف اسفل الفيديو للي عاوز يرجع ليها. وكنا عرفنا ان في حاليا استخدام لليوفي امن من البوفا، وهو الناروباند يو في بي. خلاصة كلامنا في علاج اللايكن بلينس، وهو ان اول وافضل علاج عندنا هو الكورتيزون الموضعي، وقلنا اهم حاجة هو البيتا ميسازون. اي طريقة من الطرق التانية هتبقى طريقة اضافية والفترة مؤقتة. وعرفنا ان كل الطرق دي بتشتغل بطريقتين مهمين، يتخفض للمناعة، يتقلل تكون خلايا جلد جديدة او كيراتين وسايتس جديدة. البوينت الاخيرة معانا في حلقة النهاردة، وهي ايه هي بقى اهم النصايح اللي احنا كصيادلة لازم نقدمها لمريض جالك الصيدلية ومكتوب له علاجات لللايكن بلينس. اول حاجة، كل يوم او يومين حاول تاخد شاور يكون سائل الاستحمام في تركيبته دقيق الشوفان. وبعد الاستحمام لما تيجي تنشف بالفوطة ما تنشفش بحك الجلد، دايما نشف الجلد بشكل طبطبة على الجلد. وبعديها استعمل كريم او لوشن مرطب للجلد. اهم حاجة في النوع اللي هتجيبه يبقى خالي من العطور وخاص بالبشرة الحساسة، وده علشان ما يهيجش الحساسية ويعمل حكة، لان العطور والكيماويات بتزود الحكة والحساسية. ايا بقى كان نوع الماركة مش هتفرق، اهم حاجة يبقى خالي من العطور وينفع للبشرة الحساسة. البوينت التانية، استخدم كمادات باردة 10 دقايق كل يوم قبل النوم على الاماكن اللي فيها النتوءات. البوينت التالتة، بلاش تحك النتوءات دي تماما، لان الحكة بزيادة ممكن تلوث المكان وتعمل جروح وقرح، وساعتها هنخش في مشكلة تانية غير كمان المشكلة الاساسية. فلو عندك حكة زيادة ممكن تستعمل حبوب حساسية قبل النوم عند اللزوم. البوينت اللي بعديها، ما تقلقش، اللون الغامق اللي بيظهر على الجلد ده ناتج من الخلايا بتاعة الميلانين. وبعد انتهاء المشكلة تماما وخلاص ما عادش في حساسية جلدية، اللون اللي موجود على الجلد ده حله بسيط جدا، هناخد كريمات تقشر الجلد وتودي اللون ده تماما. البوينت اللي بعديها، كل الملابس اللي الشخص بيلبسها بعد ما تتغسل نرجع نغسلها مرة تانية ونشطفها بمية فقط، علشان نشيل اي اثار من الكيماويات اللي بتكون موجودة في مسحوق الغسيل. البوينت اللي بعديها، اعمل تحاليل دم بنسميها الراست. الراست ده تحليل مشهور جدا بنقدر نكتشف من خلاله اذا كان عندك حساسية من اكل او شرب معين ولا لا. ودي ببساطة ممكن تحط ايدك على المشكلة اللي عندك بدون اي تعب او مجهود، والتحليل ده ممكن نعمله في اي معمل حتى بدون استشارة الطبيب. البوينت اللي بعديها، بالنسبة للقرح بتاعت الفم، ممنوع التدخين، ممنوع الشيشة، ممنوع الكحوليات، ممنوع الاكل الحامضي او الاكل اللي فيه شطة، لان ببساطة الحاجات دي هتزود المشكلة جدا وتقلل مفعول العلاج جدا جدا. اخر نصيحة معانا، وهي في حالة القرح اللي موجودة في المهبل، لازم تنظيف يومي للمهبل بغسول يكون خالي من العطور لمنع تهيج وحساسية المهبل بزيادة، بالاضافة لاستعمال مزلقات طبيعية تكون كمان خالية من العطور، ودي ممكن تستعمل بشكل يومي سواء اثناء الجماع او بدون جماع. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى، اتمنى ان اكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة. في النهاية ما تنساش، ده سؤال الحلقة، دور على الاجابة وسيب لي اجابتك في التعليقات. كل الماتيريال والمصادر اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينك اسفل الحلقة، تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني، وكمان تسجيل الفيديو هتلاقيه موجود في لينك اسفل الحلقة، كمان تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو والقناة تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية من اوكتوس فارماسيست. في امان الله.